مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله، ولكن بعتذر عن انه اللي بدانا بيه ترتيب الاشرنا له في البدايه شويه متغير، بعض الامور او تفاصيل طبعا بعيده عن المحتوى الفني، ولكن في النهايه اللي هيبدا معانا وبنشرف بوجوده معانا وسعداء بوجوده معانا على شاشه قناه الاهلي هو كم من المهاجمين. شفنا مهاجم قوي بدنيا، وقالوا انه مهاجم من اللاعبين اللي عندهم قدرات عاليه جدا وقت انضمامه للنادي الاهلي، وشارك لفتره كان من مهاجمي النادي الاهلي في فتره سابقه، واستمر مشواره مع كره القدم، وبعد ان ترك النادي الاهلي واكمل تجربته كلاعب كره محترف انتقل بعد عدد من التجارب لنادي اف سي مصر، ووصل الى الصعود الى الدوري الممتاز، وهو تالق مع زملائه وصعدوا رسميا للدوري الممتاز، هيكونوا ان شاء الله ضمن فرق الدوري الممتاز في الموسم القادم باذن الله. هنتكلم عن هذه التجربه، تجربه نادي اف سي مصر وطموحات هذا النادي وقدراته فنيا والرؤيه الفنيه للنادي فيه وظل وجوده في الدوري الممتاز وقدراته التمويليه والصفقات اللي ممكن تكون اضافه له وطموحاته بالبقاء والمنافسة والتواجد بقوة وشخصيته في الدوري الممتاز، أم يمكن أن يكون مثل الفرق التي تظهر لموسم واحد وتختفي من جديد. كابتن رضا الويشي، لاعب كرة القدم في نادي وواحد من نجوم نادي أفسي مصر ولاعب النادي الأهلي سابقا، أهلا بيك وسعداء بوجودك معنا النهارده. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. الله، أنا سعيد جدا في قناة النادي الأهلي دي، بيتك طبعا. طبعا يعني، وأنا بتشرف أن أكون موجود في المكان ده. طبعا أنا سعيد أن أكون مع حضرتك. ربنا يخليك، بتسعدنا بوجودك معانا كابتن رضا. وفاكرين وقت انتقالك للنادي الاهلي كان دايما الرهان عليك في الوقت ده على انه من المهاجمين اللي عندهم القدرات البدنيه، الطول والقوه البدنيه والالتحامات، انا فاكر ده اللي كان دايما بيقال عن صفقه انتقال رضا الويشي للنادي الاهلي، فاكر الايام دي؟ طبعا طبعا، انا عمر ما انسى اليوم اللي انا رحت في النادي الاهلي طبعا. بس انا يعني عشان بس الواحد يوضح حاجه، انا لما رحت كان في ناس تقيله جدا. يعني انا كنت لسه عندي 21 سنه، لسه في المنتخب الاولمبي، وكنت بلعب في الدرجه الثانيه وبلعب مع متعب فلافيو اسامه حسني بلال منتهى الصعوبه عبد الحميد حسن، فطبعا الخمسه بس يعني اي حد كان بيتخض منهم. يعني كنت بتعمل ايه طيب مدام بدانا يعني مدام لا بالعكس انا يعني قد انا لعيب طبعا. انا كان نفسي اكون يعني اخد فرصه اكتر من كده، بس الحمد لله انا بقول لك يعني انا سعدت ان انا اكون في الجيل اللي حقق تاريخ كبير قوي للنادي الاهلي، يعني جيل عظيم، يعني لسه قدام فتره كبيره قوي عم يتكرر الصراحه. يعني لما رحت كنت مخضوض من المنافسه من حجم النجوم الموجودين؟ وطب فرصتي هشارك ولا لا؟ دي دايما لا بالعكس، انا الحمد لله كنت يعني رايح، كنت بلعب في المنتخب الاول، كنت او يعني قبل ما اروح رحت المنتخب الاول، ما رحتش المنتخب اللي في سني. فطبعا كان بعد كاس الامم الافريقيه 2006، طبعا كنت مخضوض بقى طبعا، ده يعني كنت واحد بتفرج على الناس في البطوله، فالحمد لله لقيت نفسي مع الناس دي، وما كانش الحمد لله بس كان ليا طموح ان انا في السكه بيجي لك فرصه او اتنين طبعا تلعب مع ابو تريكه وبركات والناس دي، هتلاقي فرص كتير طبعا. لكن الحمد لله الواحد يعني زي ما قلت لك، الواحد كان محظوظ انه قابل جيل عظيم زي الجيل ده احتراما وكوره وفنيات وكل حاجه. حتى لو فرصه التواجد بقوه او المنافسه والتواجد في الملعب لفتره طويله مع النادي الاهلي ما كانتش متاحه نظرا للمنافسه اللي اتكلمت عنها، لكن اكيد اتعلمت حاجات من خلال وجودك في النادي الاهلي. ايه؟ طبعا في مبادئ وفي احترام، وفي لعيبه كبيره جدا 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 ليها اساميها وليها قيمتها، في التزام، ما فيش حد في انضباط، ما فيش حد بيحيد عن الطريق، في هدف واضح ان انت تاخد تلعب تكسب بطوله بس، ومعك جمهور عظيم يعني ما. فطبعا دي حاجه بتبقى الواحد كان في قمه السعاده ان هو بيشوفها. ايه النصيحه اللي عمرك ما بتنساها، سواء اللي قالها لك مسؤول كبير في النادي الاهلي او واحد من النجوم السابقين او من نجوم جيلك من زملائك اللي كانوا موجودين الاكثر خبره؟ يعني دلوقتي انا حاسسها الصراحه، كان مستر مانويل جوزيه قبل الماتشات يجي يكلم اللعيبه يقول لهم شفت الجمهور ده؟ الجمهور ده كله جاي دافع فلوس وجاي بدري وجاي ينام على رصيف وجاي يساب اهله عشان انت بس تدخله فرحه ان انت تكسب. انت مش هتديله فلوس ولا هتديله حاجه، لا ده يبقى في قمه السعاده اما تروح مبسوط. يعني تكسب تروح الناس دي مبسوطه، يعني دي الصراحه يعني ان دي مسؤوليه اللاعبين. دي حاجه كبيره ان مثلا جمهور عظيم، يعني ناس كبيره وناس صغيره وناس في العمر وناس سايبه بيوتها وناس قاطعه مسافه كبيره واسره كامله رايحه تشجع واطفال يعني انت مش هتدي لها حاجه، انت بس تكسب هيبقى مبسوط تسعد الناس دي طبعا. فدي كانت يعني عمري ما انسى الحاجه دي ابدا. يعني غير كده بقى الناس الكبيره، ابو تريكه بركات الناس دي، الواحد اتعلم منهم ازاي هو نجم كبير جدا في التزام وفي تواضع وفي انضباط في الملعب، حاجه يعني. ومتهيألي كمان شكل الفريق فنيا ونجاحه في الفتره دي، شكل التدريبات والجوانب الخططيه، متهيألي اتعلمت منها حاجات كتير قوي. انا طبعا بقول لك، انا حضرتك انت بتلعب مع 25 لعيب كلهم نجوم، مفيش واحد يعني كلهم نجوم، لكن لا تسيطر على المجموعه دي انها تأدي
بنفس الوضع، اللاعب اللي بينزل بيعرف واجباته، عارف فالواحد انا بقول لك اتعلمت فنيا واخلاقيا وانضباطيا، فتعلمت حاجات كتير. بتحاول تنقل ده لزمايلك في اف سي مصر؟ اه طبعا طبعا، يعني انت بتلعب كمان على بطوله، لما تلعب في نادي تلعب ضغط بطوله، يعني ده اللي حصل معانا اخر اربع خمس ماتشات. طبعا انت بتلعب عايز هو واحد بس اللي هيصعد، فطبعا ضغط، معاك لعيبه صغيره ومعاك لسه لعيبه ما اتحطتش في الموقف، خلاص دي مباريات كؤوس بقى خلاص. فطبعا انت محتاج ان انت تدي لعيب ثقه ان هو يقدر، ان انت تقدر، بس محتاج شويه تعب واجتهاد. فدي الواحد الحمد لله الواحد كان بيحاول يعني يديها للعيبه اللي هو اتعلمها من الناس اللي اكبر منه في الفتره اللي الواحد كان صغير فيها يعني. طيب طبعا ما بدأناش بالتهنئه، مبروك الاول الصعود للممتاز، وان شاء الله تكونوا اضافه وتكونوا لكم بصمه في الدوري الممتاز. لو حبيت تتكلم شويه عن نادي اف سي مصر هتقول لنا ايه؟ مواصفات النادي ده، زملائك فنيا، قدراته الماليه، رؤيه النادي بعد تأهلكم رسميا للممتاز، بدا التفكير في النادي يدور عن صفقات جديده، عن اضافات، عن ميزانيه اكبر للفريق، يعني ايه الشكل اللي هنشوف عليه اف سي مصر؟ انا بجد انا واحد محظوظ ان انا لعبت في النادي ده. يعني النادي في قمه الاحترام، ناس يعني انا كنت بلعب في السعوديه لما جيت ما كنت خايف، كنت بلعب والحمد لله كنت ماشي كويس، ولما الكابتن محمد صلاح كلمني ان انا اجي النادي انا عارف النادي يعني من فتره ان هو نفسه يسعى الدوري ممتاز وكده، فالحمد لله جيت النادي مش عايز اقول لك قابلت ناس قمه الاحترام قمه الالتزام، فعندهم فكر كبير جدا ان هم يعني يبقوا في حته ثانيه خالص غير اللي احنا بنشوفه، ان الفرقه زي ما انت بتقول تصعد وتنزل والكلام ده. لا لان احنا عندنا تجربتين، انديه صعدت للممتاز في يوم من الايام وتدرجوا وبقوا من الفرق اللي دايما في المركز الخامس السادس دايما، ومبارياتهم مع فرق القمه مشكله في الدوري المصري، وبقت فرق لها شخصيتها، وفرق تانية كان احنا عارفين الظهور موسم في اخر الموسم هو من الاسماء اللي راجعه تاني. لا انا ان شاء الله النادي ده يبقى في حته بعيده خالص، فده الناس بتخطط فيه من هم لسه بيبداوا النادي، ان هم ليهم اسلوبهم وليهم يعني فكرهم ان هم عايزين يطبقوا حاجه معينه، فالنادي ده هيبقى ليه شان كبير جدا جدا في الدوري الممتاز. طيب الاستعداد، تفتكر الاستعداد او اللي سمعه بالتعاون مع الجهاز الفني مع اداره النادي، لو بتقول لنا سبق يعني عايزين ناخد اخبار عن الفريق ده قبل ظهوره رسميا في الممتاز، هل في غطاء مالي جيد؟ هل في تمويل كويس؟ هل في صفقات متوقعه؟ ولا النادي واثق في انه هيعتمد على المجموعه دي، على الشباب الموجودين والمجموعه اللي صعد بيها بس؟ في لعيبه كويسه جدا لعبت معاها، يعني مجموعه كبيره جدا، معظم اللعيبه اللي موجوده لسه صغيرين في السن وحاجه لعيبه محترمه جدا، قابلوهم شان كبير جدا في الدوري الممتاز، ودي بقى بتاعت الاداره ان هم يجيبوا لعيبه او يسيبوا اللعيبه، دي مش بتاعتنا. لكن انا يعني النادي زي ما اقول لك ليه طموح كبير جدا ان هو بقى في حته كويسه في الدوري الممتاز، مش ان هو يعني احنا حتى قبل ما نلعب كانوا الناس بتتكلم ان احنا يعني نصعد الدوري الممتاز ازاي ناخد الدوري بجد ازاي ناخد الدوري؟ يعني على الاقل هنقول خلينا نقول عشان تبقى يعني مقبوله من الجماهير والكلام ده. لا بجد يعني اول سنه بيتكلموا مثلا ازاي يبقى لنا شكل يعني قوي جدا يعني في الدوري الممتاز، ازاي ان احنا مثلا اول سنه نحط نفسنا ترتيبنا يبقى متقدم في حاجه كويسه، وازاي بعد كده ان احنا ممكن ناخد الدوري. يعني بجد يعني الناس ليهم بيفكروا في المستقبل، بيخططوا. انا بقول لك ناس محترمه جدا، كان مستر احمد خليل او مستر محمود حافظ، فناس يعني وناس كلها الصراحه يعني مش عايز اقول لك بجد دي تاني فرقه العب فيها احس ان انا في النادي الاهلي بامانه، شايف سيستم شغل ونمط بجد احس ان يعني ان كان عمال ان كان جهاز اداري وفني فني كل واحد عارف شغله، مفيش حد بيدخل شغل التاني. طيب ما هي الحاجات الفنيه دايما ما بين ان طبعا الانديه بتقول انا هثق في المجموعه اللي معايا اللي صعدت بيا للدوري الممتاز او صعدت بيهم للدوري الممتاز، وان ده القوام الاساسي للفريق، لكن احيانا حتى اللاعبين نفسهم بيقولوا طالما احنا وصلنا للممتاز محتاجين دعم، يعني محتاجين ميزانيات، محتاجين امور ماليه، محتاجين اضافات يختارها الجهاز الفني ومجلس الاداره ينفذها. هل انتوا كلاعبين شايفين ان انتوا مجموعه عندها كل المقومات اللي تخليكوا تنافسوا في الممتاز، ولا محتاجين اضافات لان المنافسه في الممتاز اصعب واقوى؟ لا طبعا هو كل المرحله وليها ظروفها ومتطلباتها. يعني بقول لك احنا لما كنا بنلعب في الدرجه اللي احنا فيها دي الناس ما اثرتش معانا في اي حاجه خالص، كل اللي بتحتاجه تحس انت يعني وفر لك اي حاجه. فبدليلنا الحمد لله رب العالمين ان ربنا كرمنا وصعدنا بالفرقه دي، لان الفرقه دي تستحق من فتره كبيره جدا انها تكون في المكان ده. وطبعا انا شايف ان الناس يعني زي ما قلت لك الناس دي مش طالعه عشان تنزل، الناس دي هتعمل فرقة عندهم تفكير في المستقبل انهم يستمروا وينافسوا، فرقه قويه جدا، وهيبقى نادي ليه اسمه زي ما هو في الممتاز بيه. اقول لك الممتاز بيه ده النادي الاهلي بتاع الممتاز بيه، كل الفرقه عارفه كده في التزام ماديا واخلاقيا وتعامليا، فحقك محفوظ في كل حاجه.
الناس دي هتبقى لها شأن كبير جدا بإذن الله في الدوري الممتاز بإذن الله. طيب خلينا نتكلم عن المباريات اللي كانت هي المحطات الرئيسية الفارقة مع نادي اف سي مصر في الصعود للممتاز، اصعب مباريات لعبتوها واللي فرقت معاكم قوي انكم كنتوا في حالة كويسة فيها. اصعب ماتش لعبته السنة دي ماتش القناة، كان 4-2، كنا مغلوبين 4-2 ويعني بدينا الماتش الدنيا شويه 2-0، بعد كده جبنا جون، بعد كده جه فينا جون، بعد كده جبنا جون، بعد كده جه فينا جون تاني، الحمد لله قدرنا نرجع للماتش 4-4 وقدرنا نكسب الماتش الحمد لله 5-4 في اخر الماتش. فده كان ماتش صعب جدا بالنسبه لنا، كان في ماتش بورتو برده كان صعب جدا، ماتش الزرقاء الماتش اللي فات ده كان صعب، فالماتشات كلها كانت صعبه جدا، لكن الحمد لله ان احنا كنا فرقه كفرقه واحده، الناس اللي بره والناس اللي جوه. انا مش عايز اقول لك الناس اللي بره كانت بتيجي تشجع كانك انت معاك جمهور بره، يعني الناس اللي بره 18، كان هو دي سبب ان احنا الحمد لله ربنا عاملنا وفقنا ان احنا نكون في المكان ده في الممتاز. طيب ان شاء الله نشوف تجربه مختلفه ونشوف التفكير اللي قلت انه موجود عند الاداره في نادي اف سي مصر وعند اللاعبين وعند الاجهزه الفنيه، نشوف ده بينعكس على الدوري المصري، لان ده حاجه ايجابيه ان كل فريق هيصعد هيبقى عنده بلان وعنده خطه عمل انه يبقى متواجد وله دور وله بصمه وينافس ويبقى موجود وله شخصيه في الدوري المصري، ده هيعلي طبعا مستوى المسابقه طبعا. يعني غير الانديه انها تكتفي بس ان انا اصعد سنه والجمهور يعرفني وارجع تاني، يعني بتبقى حاجة محبطة جدا سواء لمستوى الدوري نفسه وللفريق اللي بيصعد. نتمنى تكونوا موفقين في تجربتكم إن شاء الله. كابتن رضا، النادي الأهلي وإحنا عارفين إنك محب جدا وعاشق للنادي الأهلي، شايف إزاي الأحوال الفنية في الفترة اللي فاتت وشايف الأمور إزاي وإحنا لسه عندنا الفرصة قائمة لحسم بطولة الدوري وعندنا مباريات مهمة جدا؟ أنا زعلان جدا الصراحة جد، يعني بعد ماتش صن داونز بعد المباراة طبعا حسام عاشور جاب اللعيبة اتكلم معاهم، انا ما اعرفش اتكلم في ايه، الجمهور طبعا شفت الجمهور كان قد ايه، وده طبيعي ان اللعيبه طبعا بقى له فتره كبيره ما بيلعبش مع جمهور عكس الجيل اللي فات. الجيل اللي فات كله كان شوف ماتش الاهلي والزمالك الاستاد مقفول 100,000، لكن طبعا ببقى مشفق عليهم طبعا، وخمسه برده ما كانت مستحيله، بس الناس برده كانت في ناس كتير كان عندها امل، لكن كنا بنقول انه بنسبه 90% الامر اتحسن، ان هو يعني عودك ان ما فيش حاجه مستحيله. اكيد الجمهور اللي واثق في لعيبه الاهلي بيلعب جمهور عظيم، معاك لعيبه تقدر النادي نفسه يقدر ان هو يرجع، ورجع قبل كده لكن الماتش كان صعب، وطبعا مع كان حصل فرصتين ثلاثه في الاول، لو واحده جت منهم كانت ممكن تفتح او هدف سليم اتلغى وشويه يعني حاجات صعبت الموضوع اكتر. اول كره في الماتش ده لو دخل الجون كان ممكن الماتش يفتح الهدف اللي في الدقيقه الاولى من الشوط الثاني، يعني كمان موقف الحكم في الماتش ده جيده، فطبعا كان الامور صعبه. بس انا يعني ماتش بيراميدز اللي فات ده كان نفس اللعيبه، يعني الجمهور ادك تحيه كبيره جدا، كان نفسك الفريق يردها في الماتش. انا كان نفسي، انت الماتش طبعا عارف الماتش بالنسبه للجمهور بيراميدز والاهلي وكلام كتير بيحصل ودلوقتي كمان المنافسه بيراميدز بينافس مع الاهلي والزمالك غير كل الحسابات التانية، بس في ماتشين فرق بس مش مشكله الماتشين مش طبعًا. الماتشين سما كلم ان كان انا كنت منتظر ان اللعيبه يعني هتادي اداء اقوى من كده واحسن من كده، يعني ايه ترجع الثقه للجمهور الدالي بعد الماتش دي في الملعب في الماتش ده. لكن الحمد لله انا اقول لك لسه بدري ولسه الامور، يعني لسه الزمالك هيلعب بيراميدز، لسه الدوري طويل والمنافسه صعبه زي ما تشوف، الناس تحت برده بيكسب ماتش بيلاقي نفسه في معدي 4-5 مراكز، انبي من 3 أسابيع كان في الاخر وبتروجيت. ايه الحاجه اللي بتتمناها من الجهاز الفني ومن نجوم ولاعبي النادي الاهلي في المباريات اللي جايه، طالما النقاد بتقول انه لو كسب كل ماتشات، يعني لو فزنا بكل ماتشاتنا ان شاء الله هناخد البطوله؟ لازم احس ان انا بلعب في النادي الاهلي، لازم احس ان انا بلعب ان الجمهور مش هيرضى غير ان انت تبقى الاول، مش هيرضى ان انت تبقى الثاني او انت تنافس بس. يعني زي ما اقول لك الناس كلها كانت بتقول لك الاهلي يركب مش هينزل، دي ثقه الناس خلاص اتعودت على كده، لكن اللي حصل عادي ده وارد، ان معاك لعيبه برده يعني زي ما اقول لك كده لسه وطبعا اصابات بقى اللي حصلت كتير خالص، وكل يعني النادي الاهلي اكتر فرقه شاركت في بكميه لعيبه كبيره كتير جدا في بطوله افريقيا او في الدوري، فطبعا دي بتاثر على كيان الفرقه. يعني انت لعيب كوره محترف ولعيب سابق في النادي الاهلي وعندك خبرات دوليه، قول لنا، لان الجمهور كان مش فاهم اللي بيحصل الفتره اللي فاتت، الجمهور كان في صفقات جديده وفرت كل الاحتياجات الفنيه للجهاز الفني واسماء، اسماء الكل على ثقه، يعني في اجماع على انها مميزه، فالجمهور مش فاهم ايه سبب الخلل الفني اللي شفناه الفتره اللي فاتت، رغم ان الاهلي النهارده بحساب بقى الاسماء والصفقات الجديده والقايمه مليان نجوم. مفيش تجانس بين اللعيبه، انا كل ماتش بلعب بفرقه شكل، يعني عكس السابق، انت كان يعني عندك يعني ناس اساسيه موجوده في الملعب، يعني تغيير بيبقى طفيف جدا في الملعب، فطبعا كان الفرقه ماشيه، لكن دلوقتي الفرقه
ده بتصاب يخش واحد تاني، ده بتصاب يخش واحد تاني. فطبعا انا بتتمنى ثبات التشكيل، بتمنى ثبات التشكيل حتى بعد ماتشين ثلاثه. مش هيحصل دروب، ما فيش مشكله، بس لما اللعيبه تلعب مع بعض اكتر هتلاقي الامور تبقى احسن بكتير طبعا. يعني ثبات التشكيل افضل من فكره الروتيشن الكتير والتغيير طبعا كتير. يعني انا رمضان يلعب ماتش وماتش يقعد، ماتش يبدا وماتش يقعد. حسين الشحات يلعب ماتش وماتش لا. وطبعا حسين الشحات ده انا نفسي بس اقول يلعب لعبك انت بس، ما تحطش نفسك تحت ضغط. بالعكس انت لعيب كبير والنادي الاهلي لو مش واثق هو 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 ضخامه الصفقه حطاه اعلاميا وجماهيريا تحت ضغط. مش ذنبه يعني من اول يوم هو الناس مستنيه من كل لمسه. انا مشفق عليه، هو عايز يلعب، ان عايزين نشوف قيمه الصفقه كلها في كل لمسه في الملعب. بالعكس بالعكس يعني اي لعيب بدا فهو عليه ضغوط كبيره جدا. بس هو لاعب في اجماع على كفاءته وعلى قدراته، شايف ان لسه عنده احسن من كده كتير. الراجل في العين كان احسن واحد في الفريق. طيب خلينا نكمل كلامنا عن حسين الشحات وعن نجوم الفريق والصفقات الجديده، ورايك في الدعم الفني اللي حصل في يناير فتره الانتقالات الشتويه للفريق، وهل النهارده في اي شيء فنيا ناقص او محتاجينه، ولا المجموعه دي قادره مع الجهاز ده لو وصلوا لاعلى حالات التفاهم والتناغم الفني بينه انهم يحققوا كل الطموحات المطلوبه من الفريق محليا ودوليا؟ خلينا نسمع راي الكابتن رضا الويشي في هذه التساؤلات والاجابه عنها بعد الفاصل. احنا بس يعني عرفنا بعض المعلومات عن طريق زملائنا في فريق الاعداد واسره اعداد البرنامج. يعني من المصادفات انه كمان فريق العمل او فريق الاداره في نادي مصر، وهو التصحيح ان النادي اسمه رسميا نادي مصر مش اف سي مصر، وانه من فريق الاداره في هذا النادي رئيس مجلس الاداره. لم اكن اعلم انه رئيس مجلس اداره هذا النادي الاستاذ احمد خليل، وهو صديق وجار منذ الطفوله ومن طبعا اصدقائي الاعزاء وصديق على مستوى الاسره، ويعني في درجه اشبه بالقرابه يعني. فانا بتمنى له كل التوفيق هو وفريق العمل والاداره، وان شاء الله يكونوا تجربه ناجحه واضافه كبيره للدوري الممتاز، ويكونوا زي ما بيقول ضيفنا الكابتن رضا الويشي على مستوى المنافسه والطموحات والتخطيط للمستقبل، وان يكون عندهم رؤيه ليكونوا اضافه حقيقيه ولهم بصمه وشخصيه حقيقيه. واحنا طبعا بنحاول وزملائنا بيشوفوا مين المصدر اللي ممكن يتكلم معانا دلوقتي عن نادي مصر والتصور للفتره اللي جايه والرؤيه الفنيه والاداريه لتواجد هذا النادي لاول مره، والبصمه اللي عايز يظهر بيها او تكون هي بتمثل شخصيته والفيرست امبريشن او الانطباع الاول عنه عند جماهير الكوره، الجماهير العريضه طبعا اللي بتتابع عبر شاشات الفضائيات ووسائل الاعلام المصريه اول ظهور لهذا النادي في الدوري الممتاز. كابتن رضا، مره تانية هنتكلم عن يعني ده سبب اكتر يخليني سعيد بالتجربه، لاني لما عرفت منك ملابسات التفاصيل الخاصه بالكوادر الاداريه للفريق، واحد من طبعا أصدقائنا على مدار سنوات طويلة منذ الطفولة يعني، وإن شاء الله تكون الرؤية طبعا زي ما بتقول إضافة كبيرة للفريق. هنتكلم عن النادي الأهلي مرة تانية، وهنتكلم عن الصفقات والعناصر الموجودة والنجوم الكبار والانضمام، الأسماء اللي انضمت للفريق في صفقة الانتقالات الشتوية. هل شايف أن النادي الأهلي ومجلس الإدارة والمسؤولين وفروا العناصر الكافية لأي جهاز فني أنه يحقق بيها الطموحات ولا لا في يناير اللي فات؟ طبعا يعني ده أصلا كمان الخيارات اللي كانت متاحة أن أنت تدول أفضل ناس ممكن تجيبهم، يعني حسين الشحات، حمدي فتحي، وعودة رمضان صبحي على سبيل الإعارة، يعني أنا شايف جيرالدو، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي طبعا مجموعة كبيرة، يعني ناس بالنسبة للدوري المصري أو متابعات للدوري دول من أفضل الناس اللي موجودة في الدوري. هجيب من تاني؟ طيب طبعا هنجيب من بره، طب ما فيش، هم دولت الخيارات اللي موجوده. كان ازارو موجود مقدم موسم رائع الموسم اللي فات، اجاي طبعا كلنا عارفينه، جيلاردو بس هو اللي جه. فطبعا شايف ان دول افضل ناس وقدموا حاجه كويسه جدا جدا جدا، ومجلس الاداره مش مقصر في اي حاجه، بدليل مجلس الاداره اول فتره يعني اول مره في حياتي اشوف مجلس اداره متواجد في كل المباريات، ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي. يعني لعبت في النادي الاهلي كان الكابتن حسن حمدي انا ما شفتوش غير مرتين اتنين بس، هو لانه كان الجمهور لسه بيتساءل ليه النتائج يعني او الاداء لسه ما وصلش لقمه الاداء المعروف عن النادي الاهلي، رغم ان العناصر الفنيه والاضافات كبيره جدا. فانا عشان كده بسمع رؤيتك انه يعني حسب كلامك كابتن رضا ان احنا محتاجين نوصل لدرجه اعلى من الهارموني التناغم الفني بين الجهاز الفني واللاعبين. حضرتك استاذ محمد هات الماتشات كلها مش هتلاقي تشكيل ثابت متغير فيه 2 3 كل ماتش، مفيش ثبات تشكيل. شايف من خبراتك انه ثبات التشكيل مع الوقت مع تغييرات فرديه كتير هتخلي الفريق شكل تاني؟ لو لعيب اخطات، لو ما اخطاتش مش هبقى كويس، لازم اخطا عشان اتعلم من اخطائي. بس فيعني اللي انت وصلت حتى لفتره محمد شناوي بقى جون مصر في كاس العالم، هو كان بعيد جدا
بالنسبه للمنافسه الشناوي اتصاب دخل قبل الفاصل بتقول انك على يقين ان حسين الشحات لسه هيقدم كتير ان شاء الله للنادي. لا لان لاعب كبير جدا لان شفته في كان في العين وفي نفسه بس من الضغوط الجماهيريه عليه. لعب حسين لعب حسين مش اللي هو اللعب الناس مستني الناس يعني قايمه. انت حسين الشحات لو الناس دي انت مش لاعب كبير مش هتدفعهم فيك الرقم. طيب ابدا. بعد ما اشدت في البدايه يعني اشادتك بناديك وتجربتك مع النادي حتى الان فنيا وخططيا واداريا وانك بتقول ان الامر متروك للاداره في رؤيتهم الفنيه بشان التعاقدات والصفقات الجديده، هينضم لنا احد ممثلي الاداره والمسؤول عن التعاقدات في نادي مصر الاستاذ عمرو صفوت. استاذ عمرو صفوت مساء الخير. اهلا وسهلا بيك وسعداء بمشاركتك معنا. اولا مبروك الترقي او الصعود للدوري الممتاز المصري. الله يبارك في حضرتك ومتشكرين جدا. شكرا لذوقك. ضيفنا في الاستوديو الكابتن رضا الويشي مهاجم ونجم نادي مصر، وكان بيقول طبعا انه لا يعلم رؤيه النادي بالنسبه للفتره الجايه ومدى احتياجه لصفقات جديده، وان كان بيقول انه شايف ان في تخطيط للمستقبل وان في رؤيه لدى المسؤولين في نادي مصر انهم مش عايزين ظهور للتواجد والمشاركه فقط في الممتاز، وانما عايزين خطه يعني الوصول للمقدمه ثم المنافسه على اللقب. اتفضل يا استاذ. طبعا برحب رضا هدفنا اللي كان اضافه كبيره لينا من يناير، راح عمل فرق كبير جدا معانا بصراحه، وحتى يعني غير دوره في جوه الملعب كان دوره بره الملعب مهم جدا مع زمايله، لان احنا يعني الفريق معدل اعماره كان صغير شويه، كنا محتاجين حد بخبراته يقدر يسند مع لاعبتنا. الحمد لله قدم دور هايل معانا، غير طبعا الاهداف الحاسمه اللي كان بيجيبها الفتره اللي فاتت واللي ساهم بالدور يعني بشكل كبير جدا في الصعود الحمد لله. ده رقم واحد. بالنسبه للرؤيه للفتره اللي جايه، طبعا حضرتك عارف احنا لسه مخلصين الموسم من ثلاث ايام بالظبط. كان موسم شاق جدا، صعب جدا، منافسه طبعا مع فرق محترمه، اربع فرق اخرى يعني. محتاجين ان احنا يعني ناخد نفسنا كده كام يوم عشان نقدر نفكر تفكير سليم يعني. اكيد اكيد، وده كلام احترافي جدا انكم محتاجين تبداوا تاخدوا يعني استراحه ووقفه للحسابات الخاصه بالممتاز، ولكن بعد اشادتك وطبعا ده نقلا عن رؤيه مجلس الاداره كله وثقتهم في مجموعه اللاعبين وطبعا نجم الهجوم الكابتن رضا الويشي، هل على يقين او متفقين في كواليس نادي مصر يا استاذ عمرو انكم محتاجين اضافات جديده؟ هل في مواصفات موضوعه لتعاقدات؟ هل في ميزانيه مرصوده للتعاقدات؟ لان دايما والكابتن رضا متفق معانا في ده، كل مستوى من المنافسه فنيا له احتياجاته، واكيد مستوى المنافسه في الممتاز هيبقى له متطلبات واضافات فنيه كبيره. اكيد طبعا. طبعا يعني هو بالنسبه للنقطه دي يا فندم، بالنسبه لاي نادي في العالم في كل موسم حتى لو هو في نفس المستوى او نفس الدرجه اكيد في ناس بتيجي وناس بتمشي اكيد، ويعني ده وضع طبيعي جدا. بس فعلا احنا لسه يعني حضرتك بتتكلم على الميزانيه، احنا لسه هنقعد لسه هنناقش كل الكلام ده. اكيد طبعا صعب جدا ان احنا نحدد مين هيجي او مين او هنحتاج قد ايه الا لما تكون في ارقام واضحه بالنسبه لنا خلال الموسم اللي جاي ان شاء الله. سكيل مالي وفني هتشتغلوا عليه بقى، يعني اطار مالي وفني للفتره اللي جايه بالظبط، على حسب الامكانيات الماديه اللي هتكون متوفره، على حسب الدعم اللي يكون شكله عامل ازاي. احنا بصراحه ابطالنا عملوا موسم هايل جدا. كلهم يستحقوا يلعبوا دوري ممتاز. اكيد هيكون في دعم، ويعني وبرضه حتى الولاد يعني مش هنتخلى عن حد ان شاء الله. طيب هحاول اخد منك يعني تصريح سريع كده، هدي لك ثلاث اختيارات يا استاذ عمرو. توقعاتك او ما تعرفه طبعا وخبراتك في التعامل مع نادي مصر، هل هو نادي سيظهر في الدوري الممتاز في اول ظهور له بميزانيه محدوده او ضئيله يعني، متوسطه، ميزانيه ضخمه؟ فعلا بص يعني حضرتك احنا متعودين، احنا بنحاول اهو على قد ما قدرنا يعني بنحاول على قد ما نقدر ان احنا تكون اجاباتنا واضحه وصريحه لما بتكون في يعني مؤشرات ليها. احنا فعلا في الوقت الحالي انا ما اقدرش اجاوب لحضرتك على السؤال ده الا لما تكون في حاجه واضحه وصريحه نقدر نتكلم فيها، وده حاجه بنحترمها جدا، ده حاجه بنحترمها جدا. احنا دورنا كاعلاميين دايما البحث عن المعلومه وتقديمها للمشاهد والسعي نحو السبق، ودي تجربه جديده واكيد هيبقى فيه اهتمام جماهيري والانظار يعني محط انظار اعين الجماهير والاعلام كل الانديه الجديده بما فيها طبعا نادي مصر اللي هتشارك في الدوري الممتاز، كل الانديه سواء الصاعده او العائده مره اخرى للممتاز، او كمان الانديه اللي بتحظى باهتمام اكبر هي التجارب اول تجربه لها او اول ظهور لها في الممتاز زي نادي مصر. بشكرك يا استاذ عمرو، موفقين في تجربتكم. كابتن رضا كان عايز بس يوجه لك كلامه او سؤال. حبيبي مستر عمرو نورنا والله. اعتقد انه يعني سامعك اتفضل. فانا عايز اشكر مستر عمرو ده بجد بجد من الناس اللي تعبت بقى لها 8 سنين بتحارب. انا مش عايز اقول لك ان هو
يعني بيتعب ويسافر في كل حته عشان يجيب اللعيبه، هو اللي بيختار اللعيبه، فما فيش عندنا وكيل. لا هو باين يعني اول مره اتعامل معاه يعني طبعا، معظم يعني الراجل بيحاول يختار افضل عناصر تمثل النادي، واضح ان له عقليه مرتبه جدا، والا كان سعيون. انا يعني انا ببارك له ان هو سبب من اسباب ان ان هو النادي بقى في المكان ده. لا هو واضح النادي ده بيختار كوادره بشكل كويس، لان الاستاذ عمرو لم يسعى الى انه يقول بسرعه تصريحات واول مشاركه هاتفيه معاه على قناه الاهلي او اول اعلان لمسؤول من المسؤولين بعد صعود الممتاز. لا كان حريص جدا ومتحفظ جدا عشان يتكلم في الوقت المناسب، وده علامه على ان في طريقه عمل داخل النادي ده وفي كوادر بيتم اختيارها بعنايه. بشكرك جدا وسعداء بمشاركتك معانا يا استاذ عمرو. استاذ عمرو صفوت مدير التعاقدات في نادي مصر، شكرا جزيلا لك. نرجع لنجم هجوم نادي مصر كابتن رضا الويشي ولاعب النادي الاهلي السابق ومهاجم نادي الاهلي سابقا. خلينا نتكلم مره ثانيه عن المباريات اللي جايه. مين الاقرب للفوز بالدوري الممتاز؟ المنافسه حاليا بين الاهلي والزمالك، والمتصدر طبعا الزمالك بفارق نقطتين لو تساوى عدد المباريات، وبيراميدز في السباق، ولكن مبارياته اللي خاضها اكثر من الاهلي والزمالك. شايف الفرص ازاي؟ الفرص كلها متساويه الصراحه. يعني بالنسبه للاهلي والزمالك انا شايف ان هم قريبين شويه، لكن الماتش اللي جاي بين البيراميدز والزمالك هيحدد حاجات كتيره جدا جدا للدوري الصراحه. المنافسه تبقى قويه جدا، اقوى من الاول، وبيراميدز طبعا اللعيبه كلها ما شاء الله على مستوى طبعا، واضافت للدوري. انا شايف ان هو اضاف للدوري. على فكره الماتش اللي جاي ده اللي بتكلم عنه له كذا سيناريو. أيوة. حساباتهم تخلي الموضوع يختلف. انا بقول لحضرتك يعني الماتش الجاي تحدد حاجات كتير جدا بالنسبه لشكل الدوري في الفتره الاسابيع اللي هي الباقيه في الدوري. وانا اتمنى ان شاء الله ان الاهلي قلت لك. هل شايف انه لو الزمالك فاز على بيراميدز ده السيناريو الاول، لو الزمالك فاز على بيراميدز خلاص المنافسه تتحسم بين الاهلي والزمالك الموسم؟ طبعا. ولو تعادلوا؟ لو تعادلوا طبعا تبقى تمام، يبقى بيراميدز في المنافسه. لا واتمنى ان هم يتعادلوا طبعا، ده دخل النادي الاهلي. طب ولو بيراميدز فاز برضه كويسه طبعا. انا يعني انت دلوقتي المنافس الاول للنادي الاهلي مش بيراميدز، نادي الزمالك. دلوقتي متساويين في عدد المباريات، لكن بيراميدز فارق ماتشين على الاهلي والزمالك. فطبعا انا شايف المنافسه بين الاهلي والزمالك. الماتش الجاي دخل بيراميدز لو كسب ولو كسب يبقى كويس يعني. اتمنى ان هو يكسب. نتمنى ان شاء الله ان شكل المنافسه يكون جيد حتى اخر اسبوع من عمر الدوري، وان سيناريو الفتره اللي جايه يكون في صالح النادي الاهلي، ولدفه المباريات تسير ونتائجها تسير لصالحنا. وان كنا بنقول ان لسه اللاعبين كابتن رضا عندهم الفرصه للحسم دون انتظار نتائج الفرق الاخرى. دي من اول كره في ملعب يعني الاهلي طبعا من 10 سنين اول مره الجمهور او اي حد في الكره يتكلم كده ان احنا مستنيين ده يكسب ده ونحسبها حسابيا يعني من فتره. قصدك كمان الدوري ده اصعب من السنين اللي فاتت؟ لا مش أصعب. بالعكس الدوري سهل. انا شايف ان يعني المنافسه مش اللي هي يعني الاول كان المنافسه صعبه جدا. ده لان انت الدوري بتاعنا لسه مش قوي قوي بامانه يعني. الدوري مش قوي، بدا يبقى قوي الفتره الاسابيع الاخيره بس. لكن في الاول طبعا الزمالك كان فارق، والاهلي كان طبعا بيلعب افريقيا ولعب ده، ولكن اتمنى ان شاء الله ان الاهلي يرجع يعودنا شخصيه البطل، واللعيبه تبقى قد المسؤوليه طبعا، واخدين كل الدعم من الجهاز الفني والاداري يعني بقول لك كابتن خطيب. انا شفته مرتين، بس يعني سنه كامله مرتين اتنين بس بامانه. لكن الفتره اللي فاتت دي متواجد باستمرار في التمارين مع اللاعبين، طلب منهم انهم يخففوا شويه الضغوط النفسيه على نفسهم، يعني يرفعوا عن نفسهم الضغوط عشان يقدروا يلعبوا كوره بشكل سليم. شايلين حمل الجمهور، وشايلين حمل الاداره، وشايلين حمل ان هو لازم يبقى كويس كل مباراه، وانه خرج من بطوله افريقيا فعايز يعوض ده في الدوري. يعني انا قلت لك الماتش كان نفسي هي دي بقى، احس ان هو انا عايز اعوض ابقى في الملعب ان انا في المباراه اللي فاتت او بدأ من المباراه اللي فاتت بس. حتى ما فيش مشكله، المباراه اللي فاتت خلاص مباراه وفاتت، نركز بقى في عندي في المباراه الثانيه لازم ما افرطش في اي بونت. لازم يعني اللي عايز اخد الدوري لازم اي نقطه ما افرطش فيها ان شاء الله الفتره الجايه. ولعبت باذن الله يعني نروح يعني اللي سمعناه من مراسلنا شريف شعبان النهارده نروح ايجابيه جدا في الملعب، وانه خلاص قفلنا صفحه المباريات اللي فاتت، وانه النادي الاهلي بيفكر دلوقتي الجهاز الفني واللاعبين فنيا في انه الامور في مقدره النادي الاهلي انه يحسمها لو فاز في كل اللقاءات اللي جايه، وانه لا بديل عن الفوز بقى عشان حقيقي مصالحه الجماهير وتقديم ما يليق بمستوى اللاعبين، مستوى الاسماء الكبيره اللي انضمت يعني مع الصفقات الجديده للنادي الاهلي، والجمهور بيثق فيها ثقه كبيره جدا. خلينا ننتقل للملاعب العالميه يا كابتن رضا، ونشوف الحاله اللي حصلت في صفوف ليفربول. المواقع اتكلمت، محمد صلاح وميلنر وخد منه الكوره وشط ضربه الجزاء.
تجاربك مع الانديه المختلفه شايف ده ازاي؟ وايه اللي بيخلي ساعات بيحصل حساسيه بين الزملاء في نفس الفريق؟ بص يا ممكن يعني قبل كده السنه اللي فاتت كنت كمان زملاء في قبل يعني الموسم اللي فات ميلنر ادى لمحمد صلاح ضربه الجزاء لو حد افتكر الموسم اللي فات ده. لكن الموسم ده خد منه لان بيبص ممكن ده قائد الفريق هو رقم واحد في ترتيب تسديد ضربات الجزاء فبيبص لها من منطلق ده بطوله مش ان صلاح ياخد الهداف انا في بطوله ان انا فده قصدك ده الصح في سيستم الشغل وده هو رقم واحد خصوصا الفريق كان كسبان 1-0 بس فده هو رقم واحد في تنفيذ ضربات الجزاء بعد كده في ممكن احنا ممكن مش واخدين بالنا صلاح 19 ماني 18 ففي هتبقى في حساسيه برضو طب انا لما اجي ضربه الجزاء الماتش الجاي اديها لماني فطبعا هو راجل قائد وعندهم خبراتهم ما عندهمش عاطفيه زينا بالمنحه العاطفيه ان احنا بنفكر كل هو ممكن حاسبها ان انا دي ضربه جزاء بتاع الدوري لكن صلاح ما صلاح جه لا ده في فيرمينيو ضربه الجزاء يشوطها جه في احسن لاعب اداها منر قال له انت تستاهل الجائزه رقم 500 اداله الجائزه فطبعا دولت بيفكروا غيرنا خالص مفيش عاطفيه وبيحسبها انا دلوقتي انا عايز ايه من المباراه بس وان ده هدف تاكيد الفوز الهدف ده طبيعي ان في الكوره في الكوره ان ضرب في رقم واحد في رقم اثنين هو يديلك بقى ما يديلكش دي بتاعته هو رجعها له هو قائد كمان الفريق يعني شايف ان الامور ما تحتملش اللي الناس بتقوله ده ان هو ميلنر فكر فيها بشكل احنا بنفكر بعاطفيه لكن هم بيفكروا غيرنا ده شغل شايف ازاي تجربه نجاح محمد صلاح وكان زميل لك في الملعب في نادي المقاولين انا اقول لك حاجه بس بالنسبه لمحمد صلاح نجاحه مش ان هو قدم كل اللي قدمه ده نجاحه ان هو فضل لحد دلوقتي ثابت على ان هو محمد صلاح بشخصيته باسلوبه مفيش تغيير في حياته طبعا مع الشهره وكميه الضغوطات اللي عليه الاغراءات قصدك اللي بتبقى النجوميه والشهره والفلوس يعني انت والاعلام في بلد غير بلدك وفي مكان غير ونجم كبير جدا وصلت بقيت ميسي ورونالدو دولت يعني وصلت لحاجه كبيره جدا محمد صلاح يعني الواحد فخور ان هو لعب معاه وفخور ان هو ده لعيب مصري وبيقدم يعني سايب مثال كبير حاجه محترمه ان الناس تفكر في اللعيبه المصريه عمل نقله كبيره قوي فنيه طبعا صح؟ طبعا يعني محمد صلاح وهو هنا في مصر في المقاولين كان لاعب مميز بس ما كانش يبان عليه انه ممكن حجم الموهبه توصله لكده يعني عمل فارق كبير قوي تدريجيا في تجاربه طبعا تطور في كل حاجه في اسلوب اللعب وفي التعامل في حتى في شخصيه انت شوف محمد دلوقتي امتى يتكلم وامتى ما يتكلمش امتى يظهر وامتى ما يظهرش لا وشكل اداؤه في الملعب طبعا بتكلم بس عن سلوكياته كلام محترف بره كل واحد عارف شغله وصل له في الاداء كل واحد عارف شغله وعارف مكانه زي ما اقول لك ان منظومه الاهلي دايما مميزه ان كل واحد عارف شغله مفيش اي حد يطلع يتكلم مش حد يطلع مثلا كل واحد عارف دوره في المكان زي ما اقول لك نجاح اف سي مصر في كده ان كل واحد عارف شغله فلو كل واحد عارف شغله هنشتغل وهنبقى حاجه كويسه جدا 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 طيب لو اتكلمت عن مهاجمي النادي الاهلي حاليا يا كابتن رضا تقول ايه عن المجموعه الحاليه في خط هجوم النادي الاهلي رايك فيهم في قدراتهم ومين اكتر حد بيمتعك اداؤه سواء كنا بنتكلم عن مجموعه لاعبي الوسط المهاجم او المهاجم الصريح انا شايف دلوقتي حاليا الثلاثه يعني كان ازارو او مروان او صلاح محسن لكن انا شايف ان هو اكتر واحد نفسي ياخد الفتره الجايه وشايف ان هو عايز مروان الصراحه مروان محسن مروان من الفتره الاخيره ادى بشكل كويس وحاول ان هو بقى رغم ازارو كان مصاب ورجع وده طبعا لاعب كبير جدا 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 مع ازارو كان متالق الموسم اللي فات انا بقول لك فطبعا الاصابه بعد كبير جدا من الاهداف الاصابه اخرته كتير جدا مع مروان برده نفس الموضوع صلاح محسن برده نفس الموضوع لكن انا شايف ان شاء الله ان هم قادرين ناس لازم عنده ثقه انا مهاجم النادي الاهلي لازم ان انا ان شاء الله ابقى في وضع احسن وهم الحمد لله امكانيات كبيره الثلاثه وقدروا ان هم يعني يشيلوا الاهلي لكن طبعا انا يعني احنا مفتقدين رقم 10 الاهلي مفتقد رقم 10 في الملعب يعني اللاعب اللي هو الصانع حاليا الالعاب بين المهاجمين وخط الوسط طيب هنرجع نتكلم عن ده وهنتكلم كمان مين اللي شايفه من لاعبي الوسط المهاجم اللي لو الجهاز الفني احتاج له كمهاجم صريح يقدر يؤدي المهمه دي معانا على الهاتف طبعا واحد من زملائك واصدقائك اللي كانوا قريبين جدا منك خلال فتره تواجدك في النادي الاهلي كابتن احمد السيد نجم النادي الاهلي سابقا مساء الخير يا كابتن احمد محمد ازي حضرتك اهلا بيك اهلا بيك اخويا طبعا وحبيبي كابتن رضا الويشي انا هسيبه بقى يتكلم معاك اتفضل يا كابتن رضا حبيبي يا كابتن احمد الله يكرمك يا حبيبي عامل ايه يا رضا الحمد لله
تمام، والف مبروك طبعا على صعود اف سي مصر ان شاء الله، يعني تكون لكم دور في الدوري الممتاز ان شاء الله، وتكملوا مع الكابتن الكبير كابتن محمد صلاح ان شاء الله. الله يبارك فيك يا كابتن احمد، الله يكرمك. ده طبعا كابتني في النادي الاهلي، وكان من الجيل زي ما قلت لك اللي هو العظيم اللي الواحد اتشرف ان هو لعب معاه. طبعا كان ميسي، كان ده ميسي بتاعنا، ده ميسي بتاعنا، ده عارف. قول لنا ايه سر التسميه دي، قول لنا ايه سر التسميه دي كابتن، هنساله عنها، بس انا عايز اسمع ايه كان ميسي. لا لا، كابتن مستر جوزيه دايما كان مسميه ميسي، هو بيحب يلعب بالشمال شويه. اوكي عشان المهاره، بس المهاره كانت حركه زياده يا كابتن احمد شويه. طب قول لي كابتن احمد سيد، قول لي ذكرياتك في الملعب مع الكابتن رضا الويشي، ايه الحاجات اللي بتميزه كمهاجم، والحاجات اللي شايف انه ممكن هيرجع بيها او الجمهور هيشوفه مميز بيها مع عودته مع نادي مصر للدوري الممتاز ان شاء الله؟ طبعا هو يعني رضا، والله مش عشان هو معاك، انا من المهاجمين فعلا اللي بحب طريقه لعبه جدا، هو راجل جدا قوي مخلص جدا في التمرين، بيتمرن كويس. هو حظه طبعا ان هو كان موجود في وقت يعني في جيل في مهاجمين يعني سواء كان عماد متعب او فلافيو او ناس كتير، فما خدش فرصته قوي في اللعب، دي اللي اثرت ان هو ما يكونش يكمل في النادي الاهلي. لكن اعتقد ان هو لو كان موجود يعني مع ناس غير دول او في جيل غير ده، كان هيبقى ليه دور مع النادي الاهلي وكان هيكمل معاهم. ذكريات او مواقف ما بتنساهاش جمعت بينك وبين رضا الويشي؟ لا هو يعني رضا كان على طول قاعد معانا، يعني كنت انا وهو وعاشور وإينو وسمير واحمد عادل عبد المنعم، كنا على طول مع بعض يعني. يعني هو عارف بقى، هو يحكي لك هو كنا بنعمل فيه ايه. بس هو قال لنا موضوع ميسي ده ما كناش عارفينه. لا هو موضوع ميسي ده انا حكيته كذا مره يعني. هو كنت مره في التدريب، وكان كان خالد ديبو كان عنده مشكله في صباعه كده، فخد الشوز بتاع الستارز بتاعي. فالتمرين ده كان جوزيه بيعمل فينشن كده على الجون، فانا كنت انا متعلق فيها، عمال اجيب جوان هنا وهنا، وخالد ديبو ما كانش كويس فيها. فجوزيه بيسالني، قلت له عشان لابس الجزمه بتاعت خالد ديبو يعني. فقال لي بس خلاص انا هسميك ميسي بقى من دلوقتي. دي بدايه الحكايه. بدايه. طيب رضا الويشي كان صعب في مراقبته لو انتوا في التمرين او في التقسيمه، لانه لاعب قوي وبدنيا، واحمد السيد مدافع معروف عنه كمان القوه والالتحامات، وان كان ادائك فيه جديه شديده، كنتوا بتتعاملوا مع بعض ازاي في الملعب؟ لا هو كان يعني رضا كان فعلا يعني يعني في مهاجمين كده كانوا بيتعبوني فعلا لما كنت بلعب عليهم، زي رضا، عمرو زكي، الناس اللي هو بيخليك تستنفذ قوتك البدنيه بشكل كبير في التمرين. وهو ما شاء الله ده كان مميز جدا في حته اللي بيحجز كويس وبيلعب معاه كويس، فكنت بعمل له الف حساب يعني. هو فعلا والله المهاجمين فعلا اتظلموا بجد يعني. ان شاء الله كان قادر ياخد حق اكتر من كده في النادي الاهلي، بس تعرف حظه ان هو جه في وقت طبعا كان متعب وفلافيو كان طبعا متعلقين بشكل كبير. قال لنا في البدايه يا كابتن احمد مين ومين كانوا موجودين في الهجوم؟ متعب، اسامه حسني، فلافيو، احمد بلال. الموضوع كان في منتهى الصعوبه، وعبد الحميد حسن. كان موضوع في منتهى الصعوبه، هو مدرك ان ده السبب الرئيسي اللي ما خلاش رضا الويشي ياخد فرصه حقيقيه انه يستمر في النادي الاهلي. طبعا ان هو جه والناس دي رجلها في الملعب يعني، هو مش جه كان بدايه موسم وفي منافسه يعني، جه والناس دي رجلها في الملعب والناس دي عامله انجازات مع جوزيه، فمن الطبيعي جدا المدرب اللعيب اللي هو بيبقى فاهم فكره عمل معاه انجازات بيفضل رجليه في الملعب على طول يعني، ما بيحاولش يغير كتير. ان شاء الله يا كابتن احمد احنا سعداء بمشاركتك معانا، واكيد هتبقى حريص على متابعه الكابتن رضا الويشي في الدوري الممتاز مع نادي مصر فيه بدءا من الموسم المقبل او من بدايه الموسم المقبل، وان شاء الله نشوف الكلام والمميزات الفنيه اللي قال الكابتن احمد السيد انها بتميز المهاجم رضا الويشي، نشوفها في ادائك ومؤثره مع زملائك في الملعب ان شاء الله. ان شاء الله بإذن. بشكرك جدا يا كابتن احمد على مشاركتك معانا، كابتن احمد السيد نجم النادي الاهلي سابقا. كلمه اخيره حابب تختتم بيها اللقاء ده، توجهها للجمهور سواء جماهير النادي الاهلي او اللاعبين، رساله حابب توجهها لهم في المرحله الصعبه دي من المنافسه في الدوري الممتاز، وحاجه حابب تقولها للناس قبل ظهور نادي مصر في الممتاز رسميا. طبعا انا بتمنى ان الناس الفتره اللي جايه دي الجميع تكاتف، وانا مش مع ان الجهاز يتغير دلوقتي، صعب خلاص الموسم هيبدا ينتهي، فطبعا هتجيب حد هو هيكون من اكيد من ابناء النادي الاهلي، فبتمنى ان هم يعني الجميع تكاتف وناخد بطوله الدوري باذن الله. شايف ان في دعم كبير جدا من الاداره كابتن خطيب ومن الجهاز الفني، ان شاء الله يعيد حساباته، واللعيبه ان شاء الله كمان ترجع تعيد حساباتها وتعرف ان ده البطوله دي تعوضهم حاجات كتير عن لان دي البطوله الامل الوحيد دلوقتي اللي هي قدام النادي الاهلي، لازم تاخد البطوله دي. بتمنى ان هم ياخدوها يعوضوا جمهور النادي الاهلي حتى لو حاجه بسيطه. طبعا بقى طبعا نادي اف سي مصر طبعا انا بشكره جدا، وزي ما بقول لك انا محظوظ ان انا
موجود في نادي زي ده مع اداره زي دي مع ناس محترمه مع جهاز فني، مش عايز اقول لك معانا جهاز فني بامانه على اعلى مستوى، كان كابتن محمد صلاح، كابتن تامر عبد الحكيم، كابتن سعد عبد العزيز، طبعا الناس الاداره كلها العمال، يعني في واحد بقى تعب معاه خالص بقى يعني هو ده صاحبي خالص يعني راجل تعب معاه، طه زدان، طه ده بقى تعب معاه خالص في كل حاجه، ده وده كان التميمه بتاعتي قبل كل ماتش لازم اقعد معاه، وراجل تعب معاه وكان بيكلمني على طول ويشجعني وفي ظهري دايما على طول يعني. فانا بتمنى ان شاء الله ان النادي اف سي مصر يبقى ليه زي ما قلت لحضرتك شان كبير جدا، وانا بتوقع ان شاء الله النادي ده يعني هيبقى حاجه. ايه اللي بيميز شخصيه اف سي مصر في الملعب؟ هل قدرات بعض اللاعبين الموجوده في الفريق ولا تيم وورك؟ يعني الفرق دايما ليها طابع كده، ايه الحاجه اللي هنشوف انها مميزه لاداء اف سي مصر او نادي مصر؟ اسم النادي بجد، اسم النادي، نادي زي ما قلت لك ليه شخصيه وليه فكر عايز اوصل له، حتى اللعيبه اللي ما بيجي بيختار حاجه معينه تماشى مع النادي مع اسلوب النادي، مش فنيا بس، في كل حاجه فنيا واخلاقيا ويعني على مستوى كل حاجه. يعني في اتفاقيات مع اتفاقات او شروط موضوعه من مجلس الاداره والمسؤولين في النادي على الشكل اللي هيظهر بيه كل من يمثل نادي مصر طبعا، الالتزام طبعا، يعني مش هنشوف تجاوزات في الملعب، لا مش لا هنشوف لا 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 احتكاكات مع حكام ولا تجاوزات. الناس دي ما تحبش كده خالص يعني، حتى هات الماتشات عليك اهو شهاده، لا بجد هات الماتشات بتاعتنا كلها ما فيش الحمد لله ما فيش مشكله، مفيش حد يعني حاول سلوكيات اللاعبين الناس دي بشكل معين بتعمل في صمت زي ما قلت لك مستر احمد ومستر محمود دولت ما يعني ما فيش حد بيشوفهم اصلا بجد، ما حد يشوفهم خالص نهائيا غير بس مستر محمود حافظ الفتره الاخيره دي تعب معانا جدا وموجود بكل الماتشات. احنا اتكلمنا من شويه مع صديقي العزيز الاستاذ احمد خليل رئيس مجلس الاداره وهو اعتذر عن الحديث على الهاتف او المشاركه وقال ان هو يعني الشغل فكره بس. المشاركه اعلاميا او الظهور اعلاميا دي هو مبتعد عنها تماما وانه مركز مع الاداره ومع النادي في عمله فقط. طيب خلينا نتكلم شويه تاني عن النادي الاهلي، قلت انك شايف ان اللاعبين يقدروا يقدموا ويفوزوا بالبطوله، هل اللي جاي هو تركيز اكتر، اداء جماعي افضل، شغل جهاز فني ولا شغل اللاعبين اكتر، روح الفانيلا الحمراء، ايه اللي الفريق لازم يوجده الفتره الجايه؟ كل ده روح، وان انا لازم ابقى عارف ان انا مسؤوليه كبيره جدا علي ان لازم اخد البطوله باذن الله، يعني لازم اجتهد اكتر، لازم يعني اتكاتف اكتر، انا مش عايز يعني موقف يعني زي ما قلت لك ده اللي اتعلمته برده من كابتن محمد ابو تريكه في الماتش اللي احنا خسرنا فيه بطوله افريقيا هنا من النجم الساحلي، خسرنا جمعنا في عنده في البيت واتكلمنا ورجع اللعيبه تاني والحمد لله خدنا الحاجه لحال ان انت ترجع تقدر ترجع بسرعه الحمد لله، قدرنا البطوله اللي بعدها خدناها الحمد لله. زي ما اقول لك اللعيبه الكبيره دلوقتي لها دور كبير جدا، حسام عاشور ليه فتحي المجموعه اللي يعني لها دور كبير جدا 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 ان هم جمعوا اللعيبه زي ما قلت لك، في لعيبه داخل عليك جديد، في لعيبه صغيره يعني دلوقتي انا اكتر اثنين مبسوط يعني كان محمد هاني او كريم نيدفيد، دول اكتر اثنين اتهاجموا مكسبين كبار جدا للفريق الفتره اللي فاتت ما شاء الله، يعني من الناس ناصر ماهر بقى الجمهور بيطلب وجودهم في الملعب، ناصر ماهر الفتره اللي فاتت كان بيأدي بشكل كويس جدا 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 فجاه، وكريم نيدفيد وده الوحيد اللي هو يقدر يعمل لك رقم 10، صالح جمعه نفس الموضوع بس نفس صالح لما يشارك نفس صالح يحس ان هو لعيب كبير بجد، يحس بمسؤوليه ان هو لعيب كبير، ان النادي الاهلي محتاجه ومنتخب مصر محتاجه لانه عنده موهبه كبيره جدا. من وجهه نظرك ناقصها الروح القتاليه اكتر، انه يشعر بانه يقدر يربط خطوط الفريق، هو يقدر ينقل الفريق نقله ثانيه، هيبقى حزين على نفسه بعد ما يبطل يحس ان انا كان ممكن اعمل اكتر من كده، كان ممكن اتعب اكتر من كده ان انا اوصل لحاجه اعلى من كده. الناس كلها بتسنده، الناس كلها على انه واثقين فيه، اتمنى ان شاء الله ان هو يعني يقدر يراجع حساباته انه يوصل لاعلى مستوياته الفنيه. النادي الاهلي محتاجه الفتره اللي جايه، وشايف ان العناصر الشابه اللي بدات تاخد فرص الفتره اللي فاتت ان هي اللي لازم تاخد فرصه في الملعب وتكمل الفتره دي. فتحي نيدفيد وهاني محترم يعني، حمدي فتحي حاجه، حمدي فتحي باجماع الاراء لعيب اكتر من رائع يعني الصراحه، عاشور الثاني ان شاء الله، وياسر ابراهيم صفقه موفقه جدا ومدافع متميز الصراحه بامانه، الناس كلها موجوده والناس كلها عارفينها والناس كلها شفناها في الدوري، الناس بتادي بشكل كويس، قلت لك محتاجه يعني بس ثبات تشكيل، الناس تتكاتف والناس تثق في نفسها انه بيلعب لاسم النادي الاهلي.
ان شاء الله الفتره الجايه تبقى افضل ونشوف انعكاس الكلام ده كله على النادي الاهلي. انا بس بختتم حديثك يعني تعليق اخير، ان اللي حصل بين محمد صلاح وميلنر كابتن رضا الويشي مش مع الاراء اللي بتقول ناخد الامور بشكل عاطفي ونزعل ونشوف. ان شفت ان ميلنر فكر من وجهه نظرك بشكل احترافي، مصلحه فريق، مصلحه الفريق والترتيب، وان ان احنا نوصل لدرجه الاقرب للتركيز وتسديد ضربات الجزاء يلعب الكره دي. وكان لسه نازل من عشان صلاح كان له موقف جميل مع ميلنر لما منحوا الجائزه، ده كان لسه نازل من خمس طب قبلها صلاح السنه اللي فاتت ميلنر رد لصلاح ضربه الجزاء عشان برضو حسابات تالقه وصراع الهداف وكده. فزي ما اقول لك الناس دي غيرنا، هو قائد الفريق ولسه كان لسه نازل خمس دقائق بس. فطبعا ده رقم واحد، احنا ما بنيجي في الفريق بيقول لك رقم واحد اشوط، رقم اثنين، رقم واحد مش موجود، رقم اثنين اشوط. وده خلاص متفق عليه، مفيش بقى في الملعب حد يقول لحد هات الكوره. انا مره في موقف مستر جوزيه بنلعب في النادي الاهلي، شادي رقم واحد، كابتن احمد بلال خد شوط ضربه الجزاء وجابها جون، خصم من شادي وخصم من كابتن احمد بلال. عشان هم اتفقوا على ده في الملعب بعكس اللي شادي رقم واحد. فخصم للاثنين اللي احرز ضربه الجزاء واللي وافق، بس هو ده في سيستم محطوط لازم الناس تمشي عليه. انا قلت لك ده مصلحه فريق، يعني ان شاء الله ان تكون ما فيش مشكله، لانه ليفربول زي ما قلنا محتاج يركز في مين افضل. عشان انا ليفربول وبرشلونه مين يوصل الفاينل، مش مين اللي بنتمناه، عشان احنا بنشجع طبعا ليفربول عشان نجمنا محمد صلاح. لا انا مين فنيا، انا جماعيا ليفربول، فرديا ميسي. يعني شايف ان ميسي دلوقتي حاليا هو اللي شايل الفريق. مين الاقرب لفاينل اوروبا؟ ما اقدرش اقول لك الصراحه، انا بحب الفرقتين. طيب الجانب الثاني توتنهام واياكس. لا انا نفسي اياكس الصراحه، فريق شاب، فريق بيلعب كره ممتازه، طلع نادي يوفنتوس، طلع ريال مدريد، فطبعا انا شايف ان هو حس البطوله بتاعته. في ناس كده بتقول عندي اياكس اما انه ان شاء الله يعني لعيبه شباب، في الفاينل لعيبه شباب بيلعبوا كره كويسه جدا، سريعه، منظمين في الملعب. فانا بتمنى استاذ ابراهيم حجازي قال كده، قال قبل ماتش اياكس ويوفنتوس، رغم ان يوفنتوس الموسم ده في الشامبيونز ليج مع رونالدو ماشي بشكل قوي جدا، قال انا متوقع اياكس يعمل مفاجاه. بعد ما اياكس خرج ريال مدريد قال الفرقه دي هتعمل مفاجات. فرقه كويسه، انا حتى اللاعب اللي راح برشلونه ده حاجه كبيره جدا يعني. طيب هنتكلم عن النهائي اللي بتتمناه، لو بتختار النهائي اللي عايز تشوفه من اربع الفرق في الشامبيونز ليج تختار مين؟ ليفربول واياكس. ليفربول واياكس، ليفربول ياخد الشامبيونز ليج. عشان انا ناس كتير قوي بتقول ان ليفربول وبرشلونه ده هو نهائي البطوله. طبعا طبعا كلمة. انا بقول لك ميسي في افضل حالاته، فما تقدرش يعني ميسي لوحده في افضل حالاته خلاص يعني بامانه ده بيلعب كره تانية خلاص غير ان احنا بنلعبها. انا متقارنش يعني، حتى ما هوش حد يساعده. انا حتى بوسكيتس ده كان شايف ان هو ده زي عاشور كده، روح الفريق. بس يعني البطوله تبقى صعبه، صعبه جدا. لكن ليفربول كفريق جماعي انا شايف انه افضل من لا، وليفربول كمان عنده عناصر، لو غابت الفرقه معدلها بينزل. لا انا بتكلم ان انت لو جيت قارنت برشلونه، لو ميسي مش في حالته الطبيعيه برشلونه يقع. طبعا. لكن ولو صلاح وماني مش في حالتهم الطبيعيه، الناس بتقول صلاح وماني كمان اي تاثر بغياب واحد منهم او مش في حالته في الملعب ليفربول بينزل بنسبه. لكن كجماعيا عندك ليفربول احسن، ليفربول اكتر طبعا. طيب لو الفريقين في احسن حالاتهم في المواجهتين القادمتين مين اقوى؟ برشلونه. طيب. عموما انا بشكرك على وجودك معانا يا كابتن رضا، واحنا سعداء جدا بالحوار ده، وبنتمنى ان شاء الله تبقى انطلاقه جديده لك ولفريقك، ونشوف شخصيه فريق نادي مصر في الدوري الممتاز. الشغل بقى اللي اشرت له انه موجود، السيستم الاداري والنجاح في ترتيب الاوراق ووضع الرؤيه عن طريق النادي الماليه والفنيه للفتره الجايه، وتبقى ان شاء الله اضافه كبيرة جدا إن شاء الله في الفترة القادمة، ونشوف إن شاء الله إضافة كبيرة لكم، بصمة حقيقية، وتكونوا يعني ضيف محبوب جديد في الدوري الممتاز من جماهير الكرة المصرية كلها إن شاء الله. أسعدتنا بوجودك معنا على شاشة قناة الأهلي، وبشكرك في نهاية هذا الحوار. شكرا حبيبي. شكرا جزيلا كابتن رضا الويشي، نجم نادي الأهلي سابقا ونجم نادي مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز المصري لكرة القدم. نهاية هذا الحوار، بشكر حضراتكم على المتابعة، ولكن ابقوا معنا، فقراتنا مستمرة من خلال الأهلي الليلة. فاصل ونعود.